وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. نصاب نصاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب نصاب 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 الشيخ محمد بن عبد الوهاب نصاب. أنا أعتبر نفسي عالما ولله الحمد والله طالب علم عالم أعتبر نفسي. واتركوني أنا بس أخبط عبيد أترك القصائد ولا شيء خلوني أنا أدقدق حبة حبة هذا عمى بصر وبصيرة عديم عديم عبيد الجابري يا إخوان عديم ما يصلح للفتوى عبيد الجابري. الرجل فاجر أصلا حزبي خبيث عبيد الجابري هذا حزبي خبيث. يا أيها الحزب فأهي كرامك وأصبحت اذهب أنت خصيص أنت عندنا والله ما لك قيمة. الآن نبدأ نبطشك الآن إن شاء الله. فتبا لك يا بخاري كما تبت يد أبي لهب وتب اخسأ فلن تعدو قدرك. قبح الله عبد الرحمن وقبح الله المتعصبين له يكاد يقول في سراويله والله ما تسمعه تقول ما أدري إيش الذي حصل له. لا يظن ظان أني سأسكت عمن خالفني هذه كلمة تدوي and the message today consists of a clarification that is needed in regards to two main people, which is my Shaykh Yahya Al-Hajuri hafizahullah ta'ala, who is being made to look like as if he dislikes